درس الترسيم دقيقة. يلا يلا يا عيال. ابو جابر، ابو جابر، احمد حنيف، مشعل، يا مشعل قحطاني، يا احمد حنيف، جميل فهد، لا جميل فهد، يا لا فهد راح بعد، عزيزي راح بعد، والظاهر هذا حنا بس. ابو جابر يا ابو جابر، الله يحفظ الرجال، كيف حالك طيب؟ ابو جابر هادم الربعه، خلاص كل شيء تمام. يا احمد حنيف، احمد، احمد روح خليها خليها. يا كنت خذي الشيخ الحمد لله وبركاته. الحمد مسهم بما يسرهم. يا هلا يلا حيهم. يا هلا دائما وابدا اي كرنفال يحصل ويفوز فيه نجوم وابطال اول مبادر الاداره اداره القناه ثم محبكم يريد ان يحتفي بكم. تعالوا حياكم الله الى المساء. الحمد لله الحمد تعال ياي تعال ياي يلا حيهم يلا حيهم. ارحب ارحب ايش الفخامة هذا؟ عاشوا عاشوا ايش الفخامة ذي؟ الله يا هلا والله يا هلا. انا تراي سمعت سلمان وسمعت الشباب قلت لا بد اني حاضر. هلا والله مبروكين. يا هلا وسهلا يا هلا ملهم. البركه البركه البركه. هلا والله معك جيد. يا البركه وكثر الله خير الوالد. يسالني سلمان والله أنا أقول أنا أبداً أحلامكم تتحقق مع قناة بداية وبرنامج الاستوديو وبإذن الله فالكم كلكم الخير والتوفيق وعلى البركة على البركة على بركة جميعاً. وين الشباب وين البقية؟ يلا حيهم. ما ترى وقتنا ضيق، دخلنا على فقرة جديدة. أنا أصريت وبيض الله وجهه الأستاذ ناصر مدير الإعداد وافق لنا على 10 دقائق. أرجوكم اللي الى الان ما وصل يصلنا خلال دقيقه سنبدا الاحتفال. طيب بسم الله الرحمن الرحيم نقول هلا والله بعشق البركه حياك الله. ما قدرك تسك خير هلا وناصر يا مرحبا الله حيك البركه الله يوفقكم. هلا وسهلا. طيب وش رايكم نسوي ترى نجهز امور كثيره بس طبعا المسؤول انت صالح انت الان مكرم نادر. شوفوا ترى معطينا انذار اي واحد يحطه ارضي ترى حسد حطه فوق ولا 500 نقطة على كل واحد على الـ2000 اللي راحت عليكم تروح. يلا وزع وزع نادر وزع كل واحد. اي تفضل انزلوا كلنا ننزل الان ننزل جميع جميع. يلا نبي نبدا نحتفل بالشباب كلهم على البركة. يا ما شاء الله يا ابو عبد المحسن موفق ما شاء الله. وين البقية من الاول؟ عزيزي وين عبد الرحمن عزيزي؟ يلا ما احتفلنا الا اليوم اكثر عدد ممكن موجود اليوم. يلا شدوا حيلكم
يلا بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله. سلمان خليك على اليسار، المكرمين على اليسار، المكرمين كلكم على اليسار. يا حبيبنا تعال تعال هنا يا حبيبنا معجب، أبو عشق، أبو ناصر، يمين يسار. ونبي نبدأ خلال دقيقة واحدة. الإخوة مشعل من بقى، جميل، الشباب كلهم وينكم؟ أرجوكم دقيقة واحدة ونبدأ الحفل. بسم الله على بركة الله. نقول دائما وأبدا كل يوم جمعة ليلة سبت نحتفي جميعا معكم بهالنجوم الأبطال اللي شاركونا وشاركوكم مسيرة 88 يوم، كانوا معكم وكانوا على مستوى الحدث وكانوا فعلا في المكان المناسب وارتفعوا هامات، نماذج يحتذى بها في إعلامنا الجميل الرائع. فأرجوكم شدوا من أجرهم، استمروا معهم وأنتم بيض وجوه أهاليكم وجمهوركم. هذا واحد. اثنين، وحنا نحتفي وحنا نشارك بالمساهمة هذه، لا 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 يا شباب، وحنا نحتفي ماشي ماشي ونحتفي بهالشيء، نبغى أيضا نضع البسمة في وجوه الأيتام في وقف بكة الخير. ودنا فعلا مثل ما أسعدناكم وأسعدنا جمهوركم، الجمهور أيضا يسعدون هالأيتام في هالوقف، وقف بكة الخير ينتظركم، وقف أكثر من رائع، سنرى إن شاء الله ثماره فيما بعد مستقبلا، وبإذن الله سيكون شيء يسر الجميع ويسر الناظرين. أرجوكم كل مكرمكم معنا هنا على اليسار، سنبدأ بأول احتفالية مع بطل الكرنفال كالعادة. نقول تعالوا هنا يا شباب فوق، أرجوكم فوق، ها طيب فوق، ترى في خصم فعلا. بسم الله وعلى بركة الله نقول الله أكبر. حفلنا الكريم وممرنا الشرفي الدائم الذي يسر الناظرين بوجودكم ومشاركتكم ودعمكم، نحتفل الآن ببطل الكرنفال الأول للكرنفال الحادي عشر، النجم المتسابق الحاصل على 3 مرات الكرنفال الأول هو عبد المحسن العبيد. نجمنا فوق عالي، مرحبا كل غالي، مرحبا كل غالي، فاسما والعلالي نجمنا فوق عالي، مرحبا كل غالي، مرحبا كل غالي، نلتقي بالتجدد كل شيء تعبد عبد المحسن 3 مرات هاتريك. ما شاء الله تبارك الله. ندشن ندشن عشان باقي ان شاء الله. ندشن يا شباب تغريدة بطل الكرنفال العام، وشاهدوها معنا الآن، ستنطلق ويدشنها أخونا المتسابق عبد المحسن. أول شيء مبروك، الله يبارك في عمرك، وهذه لك، هذا الله فيك، توكل على الله. بسم الله انطلقت، الله يوفقه ويسر أمره، الله يطول عمره، موفق تستاهل. هل بك كلمة شيء سريع على السريع؟ أنا أقول اللي وصلت له وصلنا له اليوم، بيض الله وجه الإدارة، باقي باقي بيض الله وجه فريق الإعداد، بيض الله وجه أخواني المتسابقين اللي كانوا دائما الداعمين، والشكر الأول والأخير لمن؟ لله سبحانه وتعالى، ثم لك يا أبو بكر. الله يحفظك، والله العظيم انك دائما تبث فينا روح الفرحه والمحبه والاخاء. والله يا اخي الله يحب راسك، والله يحب راسك. الله يسعدك، مرحبا. وبهذه المشاعر شعوري لا يوصف ان نكرم بطل الكرنفال الاول، يعقبه من بطل الكرنفال، لا خلوا الاعلام كلها وراء اخر شيء ختامه مسك، الإنشاد غير موجود، عبد الرحمن عزيزي نيابة عن أبو جابر. إيه؟ أبو جابر، أبو جابر ينوب عن أبو جابر ينوب عن وصيف البطل، ينوب عن عبد الرحمن العزيزي في مسار الإنشاد. يتفضل تفضل.
فوق 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 يا شباب فوق. لا 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 يا خلاص 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 يستاهل طيب في شيء في وجهي عبد الرحمن العزيزي انت نبع عنه يستاهل ابو محمد موقفك مشهود في انك تنازلت حتى ياخذ هذا المركز الله يطول موقف حقيقه مشرف ورائع انا وابو محمد بضل. انا وابو محمد والله عينين في راس وهو يستاهل اكيد ولو الود ودي كان والله انه ياخذ النقاط كلها حقه الاول والثاني ولكنها سياسه ولا نقدر نقول فيها شيء تمام ويستاهل والله ابو محمد طيب ناخذ تغريده اخونا عبد الرحمن العزيزي وانت موجود وشاهد على هذه التغريده ندشنها طال عمرك بسم الله بسم الله على بركه الله انطلقت تغريده عبد الرحمن العزيزي الف مبروك واقبال ان شاء الله النتائج تصفي يلا طيب يا شباب ناخذ بطل المسار التمثيل بدات به وانتهت به النجم المتسابق سلمان بن بنهي السماء والعلالي نجمنا فوق عالي مرحبا بكل غالي مرحبا بكل غالي السماء والعلالي نجمنا فوق عالي مرحبا بكل سلمان عسى مناخذ فقرة فلاش باك واحنا تأخرنا عليهم كثير لكن الحقيقة أشكركم جميعا جزيلا وأتمنى أنه تغريدك الآن تكون جاهزة عندي نعم أعتقد جاهزة سندشن تغريدتك ونقول سلمان بطل مسار التمثيل الأخير الأسبوع الأخير اللهم لك ندشن بسم الله الرحمن الرحيم نتوكل على الله توكلنا على الله يا ابو انطلقت تغريدة اخونا سلمان موفق تفضل اقول شكرا لكل من حطوا ثقة لسلمان شكرا لكم هذه كانت مسك الختام في الكرنفال شكرا يا ابو ناصر كانت مسك الختام للكرنفال رغم الخصم اللي عليه 40,000 والابتعاد عن الثلاث الاولى والتحدي اللي صاير بيني وبين الخماسي المرح في فلاش باك وخاصة فاميم أنا بإذن الله مثل ما وعدت إني أوصل للـ90 بإذن الله إني استوج على هالمسرح بإذن الله بإصرار وبقوة وبعزيمة بإذن الله تستاهل تستاهل مثل ما وعدت الناس اللي حطوا الثقة فيني سواء نبي وإخواني ولا الجمهور ودخلت التجربة الثانية بإذن الله إني ما أطلع منها خالي الوفاض بإذن الله شاكر ومقدر وقدها وبإذن الله يسر أمرك وأمر كل متسابق المتسابقين النجوم نحن الآن في مسار قوي جدا اكتسح هالكرنفال كاملا لا في الأوسكار ولا حتى ما شاء الله بطل الكرنفال العام ولا حتى الذي أكرمنا ووالدته أكرمتنا بعشاء فاخر أخونا صالح أبلوي نجم مسار الإعلام يتفضل السماء والعلالي نجمنا فوق عالي مرحبا بكل غالي مرحبا بكل غالي عاش 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 أبو يوسف قدر الله خيرك تستاهل وفعلا كان يعني كرنفال وقصيدة رائعة أنا سمعتها ما شاء الله تبارك الله كانت قصيدة وتسأل الوالدة كل خير طيب يا حبيبي وحنا نتعلم منك شيء كثير دائما فرحنا ودائما سعدنا اليوم سلمان كان يسألني عنك والله قبل شوي فالحمد لله على جيتك والله عظمنا فرحتنا الحمد لله أي والله سأل الله يخلينا منك طيب بإذن الله هذه تغريدك وشكري وتقديري لجمهورك والاستوديو 88 وقناة بداية اللي أعطتني هذه المساعة نتوكل على الله توكلنا على الله بسم الله على خير انطلقت تدشين
تغريده صالح البنوي. عاش عاش. يلا ترى امزوع والله لحد راسه. تسلم الله ربع قدك. طيب اخترنا نختم باوسكار اوسكار مجموعه الاعلام. الجميع هنا الجميع هنا ونقول يا مجموعه الاعلام مبروك لكم هذا المركز. صار ثلاثه للتمثيل وثلاثه للاعلام وواحد للانشاد. نقول يعني ثلاث متعدلين تعتبر تمثيلنا. نبدا فيها هذه نطلقها عبد المحسن مع بعض. بسم الله توكلنا على الله. انطلقت على بركه الله. مرحبا كل غالي نلتقي بالتجدد كل شيء يتعدى وبهدفنا نحدد كل مجد ونرده. السما والعلالي اسعد فرطيع خلصت الفرطيع. مرحبا يا بدايا لا جديد وغربه لا جديد العظيم الاضافه يبشر كثير وهذا تكريم بسيط منا. سهل ختام. واشكركم ايضا تغريدتي الخاصه بهذا المشاركه لاني فعلا انا دائما منكم اخذ على خصم ما عندنا مشكله منكم. لا خلي محمد جابر تعال جابر تروح عنا تروح عنا بالتغريده. تعال هذه هذه وش اقراها انت ابيك تقراها. شكرا لكم قناه بدايه على هذا الاحتفاء. شكرا لكم نجومنا عاجز عن الشكر. طيب نبدا كلنا بسم الله. بسم الله لا توكل على الله. بسم الله لا 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 بلبسك بلبسك كبش اصبر اصبر سريع والله تكفى. الله يحفظك راك يجزاك خير جمل حالك. بسم الله نتوكل على الله جميعا. بسم الله يلا واحد اثنين ثلاثة عبد المحسن ثلاثة واحد اثنين ثلاثة. هذا البرنامج برعاية السيف جاليري آي ثوب للخياطة الرجالية.